الرجل الذي بعده في الترجمة هو أسيد ابن حضير ابن سماك ابن عتيك رضي الله عنه. يكنى أبا يحيى كان من النقباء، وكان أبو أسيد اللي هو حضير رئيس الأوس، أبوه كان رئيس الأوس يوم بعاث، وقتل يومئذ اللي هو والده حضير. وكان ابنه اللي هو أسيد الصحابي الجليل، وكان ابنه بعده شريفا في الجاهلية، كان شريفا في الجاهلية قال ابن الجوزي وفي الإسلام. عنده ثلاثة أشياء، ثلاث صفات، من اتصف بها عند العرب يسمى أو يوصف بأنه كامل، يقول الرجل ده كامل. كان يكتب بالعربية، بيكتب، ويحسن العوم والرمي وكانوا في الجاهلية يسمون من كانت فيه هذه الخصال الكامل، يحسن الكتابة ويحسن العوم ويحسن شنو الرمي. أسيد بن حضير أسلم أسيد على يد مصعب بن عمير، أسلم قبل سعد بن معاذ بساعة، وشهد العقبة الأخيرة مع السبعين، ولم يشهد بدرا ولكنه شهد أحدا وجرح يومئذ سبع جراحات. لم يشهد بدرا لأنها لم تكن واجبة ولم تكن فرض عين يعني على الكل، وإنما خرجوا إلى آخره، ومن حقهم الخروج لنيل ما أخذته منهم قريش ظلما. طيب، وثبت يومئذ يوم بدر وقد أصيب بسبع جراحات، وثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انكشف الناس، فكان من أشجع الناس أسيد بن حضير، وشهد الخندق والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي في شعبان سنة 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقبه حدثت له كرامة، هذه الكرامة في صحيح البخاري، عن أنس قال كان أسيد ابن حضير وعباد ابن بشر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس، وليلة مظلمة ظلام شديد جدا، فتحدثا عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم أسيد ابن حضير وعباد ابن بشر، قال فتحدثا عنده حتى إذا خرجا أضاءت لهما عصا أحدهما، العصا شنو نورت، قال فمشيا في ضوئها، فلما تفرق بهما الطريق أضاءت لكل واحد منهما عصاه فمشى في ضوئها، انفرد بإخراجه البخاري. هذه كرامة من الكرامات، ونحن نثبت الكرامة، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه أي الصالحين لحاجة هو محتاج إليها. وأحيانا تكون الكرامة ليست خارقة عن العادة للعادة، لأن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة كما قال أهل العلم وبعض أهل العلم، فأعظم كرامة أن تكون مستقيما إلى الموت، هذه أعظم كرامة يكرمك الله تعالى بها. طيب، وأما مثل هذه الكرامات والتي فيها خرق للعادة، العادة أن العصا لا تضيء، فكون العصا صارت مضيئة وذهب بها أسيد بن حضير وذهب بالأخرى عباد بن بشر رضي الله عنهما، هذه ليست فيها حجة للمتصوفة، لأن هذه التي يسمونها كرامات إنما هي سفاهات وخرافات وكذب ودجل. ذول تقول لهم أبذل بيعلم الغيب، يقول لك دي كرامة بإذن الله. الكرامة يا جماعة باختصار شديد جدا، الكرامة ما بتخالف القرآن والسنة،
لأنه بفهم بسيط شيء يخالف القرآن كيف يكون الله أكرمك به؟ الله بيكرمك بالمعصية وبيكرمك بما يخالف شرعه ويخالف كلامه؟ لا يمكن هذا. فكونه تقول شيخ فلان بيعلم الغيب دي ما كرامة، ده كذب وده من الكفر بالله تعالى، لأن الله جل وعلا أثبت في القرآن أنه لا يعلم الغيب أحد غيره، فقال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كونه يقول فلان عنده كرامة بدي الجنة ده مخالف للقرآن، لأنه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وقال عن نفسه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما في كرامة أن فلانا من الناس يجيب المضطر إذا دعاه، ادعوه ويناديه يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا ويا شيخ فلان وكذا وكذا وكذا، دي ما من الكرامة، ده ضد الدين، لأنه الله سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بعد العلماء قسموا الأشياء الخارقة للعادة لأقسام، قالوا في معجزات ودي للأنبياء، وسموها معجزة ليه؟ يسموها معجزة ليه؟ لأن غيره يعجز عن أن يأتي بمثلها. يقول لك ما جاز أن يكون كرامة لي، ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، دي قاعدة باطلة باطلة، هي معجزة معناها جاب شيء غيره شنو بيعجز يجيبه، عشان كده ده بيثبت أنه نبي من الأنبياء، لأنه جاب شيء باقي الناس ما بيقدروا شنو يجيبوا زيه. الناس في زمن موسى عليه السلام في سحرة، موسى عليه السلام ما ساحر لكن جاب شيء غيره ما قدر يجيب زيه، العصا. والناس في زمن عيسى عليه السلام اشتهروا بالطب لكن في حاجات ما قدروا يسووها، عيسى عليه السلام أتى بها معجزة، يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وحتى الخلق الله مد وصفته، عيسى عليه السلام لا يخلق السماوات ولا يخلق الأرض ولا يخلق، يخلق من الطين كهيئة الطير، دي معجزة شيء معين حد معين، لم تكن له صفة الخالق، الخالق يخلق ما شاء ما يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه في الشعر وفي البلاغة وفي المعلقات، ويقولوا في أبيات الشعر تاعت عنتر بن شداد تاعت منو 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 منو، فأتاهم بما هو أقوى وأفضل وأنقى وأطهر من الشعر، وبما عجزوا أن يأتوا بسورة من مثل القرآن. فدي معجزات، ولك ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون، ده كذب، أهل القرآن ده معجزة، أنت بتقدر تجيب لك كرامة زي القرآن؟ تقدر؟ ودي بتبطل لك القاعدة. طيب، ففي معجزات وفي كرامات وفي شغل بتاع سحر، خيل إليه من سحرهم أنها شنو؟ تسعى، يجيبوا لك زول ماشي دي ناقة، يجي ماشي يخش بها بطونة بغادي خيلة زاي الناقة واقفة، زول جاذبة زاي الناس بيشوفوا خشوا دنقر بيتهد عليهم وربه نط بها فوق لفة بغادي غاية بطونة دي قاعدة وهي واقفة، لكن خيلة إليه من سحرهم أنها شنو؟ تسعى. وفي حاجة يسمها غير الشعوذة، في حاجة يسمها الاستدراج، الاستدراج، استدراج، واحد يمشي لفكيه معه مرته يقول له دي يا جنى، الفكيك شحوه بتراب يغبر ويقول له خلاص اديت كون جنى، والله يقدر استدراجا انه الجنى شنو يحصل، بعد ذاك الجماعه يبقوا في هنا يقول
يقول لك يا زول والله ادانا عديل كذي. تقول يا اخي الله قال كذا وما في غير الله بيخلق، ويشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لك ما بعرف والله انا غايته الشغل ده شفناه عديل كذي، ده ما استدراج لك شفناه اصلا، انا ما عندنا فيها شك، ما عندك فيها شك والقران فيه شك، ذلك الكتاب شنو؟ لا ريب فيه، كله استدراج. طيب سعد ابن عبادة ابن ديلم ابن حارثة رضي الله عنه، سعد ابن عبادة كان من الرؤوس ومن القادة، لذلك قال عنه الذهبي رحمه الله الأستاذ الكبير، له سعد ابن عبادة رضي الله عنه. يكنى أبا ثابت، أمه عمرة بنت مسعود من المبايعات التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد النقباء بايعنه باللسان ولم تكن فيهن من صافحته، لقول عائشة رضي الله عنها في البخاري: لا والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل لا غير أنه كان يبايعهن بالكلام. شهد العقبة مع السبعين والمشاهد كلها ما خلا بدرا، فإنه تهيأ للخروج فلدغ فأقام أي في المدينة، وكان جوادا كان كريما، وكانت جفنته تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه. عنده صحن وقال لك الصحن ده محل ما يمشي شنو بيشيله معه من كرمه، وكان له من الولد سعيد ومحمد وعبد الرحمن وأمامة وقيس ومندوس، هؤلاء جميعا من أبنائه. وكان سعد يكتب في الجاهلية بالعربية ويحسن الرمي والعوم، ويحسن الرمي والعوم. قال ابن الجوزي: قد ذكرنا أن العرب كانت تسمي من اجتمعت هذه الأشياء فيه الكامل، الكتابة والرمي والعوم. وعن محمد بن سيرين قال: كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالرجل. صحابة من كرم للصفة كانوا من الفقراء، بقية الصحابة من كرمهم كان الواحد منهم يأخذ رجلا من الفقراء ومن أهل الصفة ويذهب به إلى بيته. كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالرجل والرجل بالرجلين، في واحد بسوق اثنين، والرجل بالخمسة. فأما سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين كل ليلة، كل ليلة جنو بسوق ثمانين بكرمون أذكر ما ياخ. بعد دلس ولا مسيد، لا قال الكسرة ولا قال الحامضة دي فيها بركة ولا قال كذا ولا كذا ولا كذا، يا صحابة يا أخ رجال ناس كرمة. طيب قال عن يحيى ابن أبي كثير قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد بن عبادة جفنة من ثريد في كل يوم تدور معه أينما دار من نسائه، وكان إذا انصرف من صلاته من صلاة مكتوبة قال: اللهم ارزقني مالا أستعين به على فعالي، فإنه لا يصلح الفعال إلا المال. وإن كان هذا الأثر فيه ما فيه كما يراجع في ذلك كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقوله فإنه لا يصلح الفعال إلا المال، فإن العبد الصالح مع صلاحه قد يفتح له في بعض الأبواب، فتجد بعض الناس فتح له في باب العلم فتجده مجتهدا في العلم وفي حفظه وفي تدريسه وفي ضبطه، فتح له هذا الباب. وقد يكون في بعض العبادات غير نشيط، تلقاه مجتهد في العلم والتعليم وكذا وكذا وكذا، لكن تلقاه في صلاة الليل شنو فتران ما يقدر، فتح الله له شنو في باب معين لكن بحافظ على الفرائض وكذا وكذا. وقد يفتح لبعض الناس في باب الجهاد،
وقد يفتح لبعضهم في العبادات، في بعض العبادات كالصدقة وكالصلاة وكالصوم وكتلاوة القرآن، وقد يفتح لبعضهم في باب الكرم والإنفاق. فالذي يصلحه المال لينفقه في ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. طيب، ذا الكلام من هذا الباب. قال محمد بن سعد: توفي سعد ابن عبادة بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف من خلافة عمر، كأنه مات في سنة 15. ابن الجوزي قال كأنه مات في سنة 15، والذهبي قال مات في سنة 14 من الهجرة، وذكر بعدها أقوالا، لكن ذكر أنه مات في سنة 14 من الهجرة.